بهاد الشكل هذا بزاف بزاف بزاف. هاد الظلم هذا فين غادي يوصلكم؟ فين بغيتوا كاع فين بغيتوا توصلوا؟ زعما اش بغيتوا في ملك الله؟ شكون نتوما في هاد ملك الله زعما؟ زعما شنو هو؟ بزاف زعما بهذا المصطلح هذا لا تفسير لما يقع مع سعيد العالمي سوى انه الانتقام. زعما بهذا الشكل هذا ما كاين حتى شي مبرر. سيده عزلاء ما عندها تنظيم سياسي، ما عندها ثروه، ما عندها نفوذ، ما كتتصارع على السلطه، ما حتى حاجه، فقط سيده عبرت عن راي، تمت المحاكمه ديالها بسبب ديال تدوينات لمده سنتين، ثم في مرحله ديال الاستئناف كيتم التمديد ديال الحكم ثلاثه ديال السنوات. ونفاجأ فجأة زعما في هذا الأسبوع هذا بأنه تم إحضارها إلى تم تقديمها أمام النيابة العامة، ثم مباشرة تقديمها إلى جلسة بدون إخبار عائلتها، بدون إخبار المحاميين ديالها، من أجل الملف جديد. هذا الملف الجديد تتابع فيه بالفصل 179 وفصل 263 من القانون الجنائي، أي الفصل المتعلق بإهانة هيئة منظمة و زعما بريسيزمون القضاء، والفصل المتعلق بإهانة شخص الملك. هاد الشيء هذا كامل كيقولوا بناء على تصريحات ديالها في المحكمة الاستئنافية. معنى داك الشيء اللي قالته أمام المحكمة الاستئنافية أنه فتحت فيه المتابعة. ألور إذا كان هاد الشيء هذا زعما معقول، هو ماشي معقول، أنه علاش غتسناو حتى نعم؟ السيدة تدوز سنة في السجن عاد تفتحوا ليها زعما المتابعة، علاش تحقروا على هاد المرأة هذه زعما بكل صريح العبارة؟ زعما واش هذه قوة؟ زعما هذا كيعبر على أن الدولة هذه دولة قوية؟ زعما تحقروا على على على, على سيدة بهاد الشكل هذا. أكثر من ذلك هو أنه المحاميين ديالها ملي سمعوا غير وصلت لهم خبر أنها غتقدم أمام النيابة العامة، مشات الأستاذة سعاد البرهمة اللي كانت كتنوب عليها هذه تقريبا واحد جوج الأسابيع، أوكي الملك قال لك ما في راسو حتى شي حاجة، مشات عندها من السجن قالت لها أنا ما تلقيت حتى شي استدعاء، لغد ليه جابوها من السجن النيابة العامة باش يقدموها أمام هذه المتابعة هذه. زعما وفي نهاية المطاف ما كيخبروا حتى شي حد باش يجيبوها أمام المحاكمة. التفسير الوحيد ديال هادشي هذا أنهم يجيو أمام المحاكمة ويقنعوها، يقولوا لها فوالا ها أنت قدام المحكمة، ما كاين لا محامين ديالك، ما كاين لا هيئة الدعم ديالك، ما كاين لا عباد الله حاضرين لك المحاكمة، إذا أنت بقيتي بوحدك زعما. والله العظيم أقسم بالله العلي العظيم زعما ماشي نفقص واحد الدرجة كبيرة، ماشي غير عليها هي، ولكن زعما على هاد على على هاد القمع بهاد الشكل هذا، ويجيو الام ديالها اللي عندها 70 عام وتجيو تفتشوها عريانه، كل هذه مراه فعمرها 70 عام بهاد الشكل هذا بزاف بزاف بزاف. هاد الظلم هذا فين غادي يوصلكم؟ فين بغيتوا كاع فين بغيتوا توصلوا؟ زعما اش بغيتوا في ملك الله؟ شكون نتوما في هاد ملك الله زعما؟ زعما شنو هو؟